صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. فترابها كربلاء، فترابها شرفا به تستشفي المرضى، فتستشفى به من دائها. اثني عليه حامدا ويهيجني تذكار وقعة كربلاء لرثائها. مستسلما أبو الأئمة، مستسلما سأم الحياة وشاقه قرب المنية رغبة للقائها. من بعد ما أعيا القضاء وجوارح الأقدار جريا صبره لبلائها، غشيته حيث له تجلى ربه أنوار وجه الله في لألائها. فقضى أبو الأئمة فقضى وفاضت للتجلي نفسه، فقضى وفاضت للتجلي نفسه. قال والأرض بالزلزال بان زوالها وبجسمه ثبتت على أرجائها، والعيس أنحلى حنين نسائه. تكتون يا مؤمنين شي يقول هذا الرجل الموالي، يقول العيس النوق اليوم عادت نحيله من حنين بنات رسول الله عليها. هذا إذا أرادوا أن يصفوا يصفون النيب وحنين النيب، لكن حنين بنات رسول الله أأثر وأكثر. والعيس أنحلها حنين نسائه مما سرت أسرى على أنظائها،
ولئن نسيت فلست أنسى زينبا ولئن نسيت فلست أنسى زينبا ودوام محنتها وطول عنائها طورا على القتلى تنوح وويلا طورا على القتلى تنوح وتارة تحنو محافظة على أبنائها عن كربلاء وبلائها سل كربلاء سل كربلاء عن كربها وبلائها جينا ننشد كربلاء لين عتب نقول هذي رجال وتدور غليب حرمة زينب بيش مطلوبة بذنب فوق شكل حسين وميسرين يسروها ولا لها واحد فزع وسار حاج ضعونها بليل وقطع جينا ننشد كان الزوار هذا كلامهم ها جينا ننشد وين ابو فاضل وقع ما تدلون يا الشريعه وينها بس اشوفه والعتب مني يزود واضربوه فاضل علي النخوه يجو حق عذره يقول ما يقطوع الذنوب وحال ملك الموت بينا وبينا كربلاء اردن اشدك كربلاء عن النزل ما الله خبريني هذا اليوم ها اردن اشدك كربلاء عن النزل ما الله خبريني وقولك ما يزل زينا بيت وجب اليتامى على الهزل زينا بيت وجب اليتامى على الهزل يا علي سجاد قابو يعين أردني الله يرحم حج زاير هذا منظورها كأنه أثر أردني العاقبة للمتقين ولو لم يكونوا خير من وطأت ترى مزايا لما كان الزمان بهم أزرا ففرقهم في الأرض حتى قبورهم فبعض ببغداد وبعض بسامرة وبعض بطوس والبقيع وبعضهم حوى شرفا وادي الغري له قبرا ودع عنك ذكر الطف إن حديثه أحال فؤادي عند تذكاره جمرا يقف الموالي والمحب لأهل البيت والمتجه بتوحيده وإخلاصه في موقف الحيرة وإن كان هذا الموقف الذي أشير إليه هو موقف يري أهل الإيمان كيفية الصبر والتثبت كيف وإلا حير ما يعرف السبيل لا من هذا وأمثاله يعرف
أن الله تبارك وتعالى جعل الأنبياء والأوصياء أجمع أسباب نجاة للعالم، فكما جعلهم قاهرين، وهذا الجواب من الإمام ومعلوم من أي جهة أقول بلا تفصيل، جعلهم أيضا مقهورين، وهم أرواحنا لهم الفداء الأئمة سلام الله عليهم أجمعين، لما علموا أن بابتلائهم وبتحملهم ما تحملوه من أعدائهم بأي زمن كان وبأي عصر كان نجاة محبيهم والمؤمنين وعامة المسلمين لمن أراد النجاة، لهذا ارتضوه وإن كان في ذلك قتلهم أو سمهم أو سجنهم أو كل ما ورد على أهل البيت وخاصة على غريب كربلاء. وإلا أنا وأنت حسب الإيمان يا مؤمن نتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالصالحين من العباد وبأهل الإيمان والتقى، فكيف لا نتقرب ولا نتقدم إلى الله تبارك وتعالى بواسطة من هم الباب للرحمة وهم السبيل إلى لطف الباري عز وجل. وإلا رب العرش سبحانه وتعالى هل خلق في العالم أفضل من الأنبياء؟ وأفضل الأنبياء نبينا والأوصياء وسادتهم أئمتنا وعليه الدلائل الجمة الكثيرة التي لا حاجة لبيان في هذا الخصوص، والقرآن هو الناطق: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وفي هذا الباب كثير من تفاسير وروايات في خصوص أهل البيت يجزي هذا الحديث الواحد. أم سلمة جالسة عند النبي صلى الله عليه وآله، وقد مر مثل هذه الآية أو حديث فيه لفظ أهل البيت، فأم سلمة التفتت إلى النبي صلى الله عليه وآله قالت: أنا منهم يا رسول الله، يعني من أهل البيت. فقال: أنت على خير، لست منهم يا أم سلمة، أهل البيت. الآيات والأدلة والجهاد تحصر وتؤيد أهل البيت هم عترة النبي صلى الله عليه وآله الذين هم من علي وفاطمة وهم الأئمة سلام الله عليهم أجمعين. هذا الولاء وهذه الفوائد من الولاء والحب، نرى أن من تقدم بحبه لأهل البيت صار قريبا من النبي، والقريب من النبي قريب من رحمة الله، والذي يكون بالعكس والعياذ بالله، فبعيد عن رسول الله، والذي يبعد عن رسول الله بالود والحب وعدم الامتثال فهو بعيد عن الله عز وجل. هذا حديث مسر مبشر لأهله، ونرجو أن نكون من أهله. الرواية عن أبي بصير، وأبو بصير رجل من خواص الأئمة من معاصر الإمام الباقر سلام الله عليه والإمام الصادق. عن الإمام الباقر يروي: إن العبد المؤمن، إن العبد المؤمن إذا مات وأنزل في قبره دخلت معه صور ست، أشكال صور ستة، أحسنهن صورة، إحداهن أحسنهن صورة وأبهاهن وجها وأطيبهن ريحا. واحدة من الست الصور هاي، فصورة عن يمينه
وأخرى تكون عن شماله، وواحدة أمامه وأخرى خلفه، وواحدة عند رجليه، وأحسنهن تقوم عند رأسه. فإن أوتي من اليمين، أوتي يعني جهة تعذيب أو تخويف، هذن فوائد العبادات، هذن فوائد الفرائض، هذن فوائد الواجبات يا مسلمين يا مؤمنين. وإلا ما يجزيه ولا يكفيه أني وأنت نقول محب للنبي ولعلي والأئمة ونترك واجب الله. الأئمة ما تركوا واجب الله حتى يحبون من ترك واجب الله. معنى أؤدي فرض الله تبارك وتعالى، وبعد أداء الفرض أحب من بواسطتهم عرفت واجب الله وأمر الله. وإلا فالأثناء حديث أذكر في هذا الخصوص ليكون ملفتا لي ولأمثالي أني لا أتقدم بمجرد الحب فقط. مجرد الحب ما يوصل شيء إن لم يكن هناك أداء واجب لله. أوليس النبي والأئمة سلام الله عليهم أجمعين صارت لهم هذه المنزلة بإخلاصهم وامتثالهم لأمر الله وجهادهم في سبيل الله؟ ليس الله. هذا جابر الجعفي حديث بالأثناء وأرجع إليه. وغرضي من هذا الحديث ذكر لا يكون بس أنا أبقى محب للحسين وهي ما يصير، حسين ما يحبني وأنا أعصي ربي والعياذ بالله، ما يصير. فلن فوائد الإطاعة بأداء الفرائض والمحبة وياهن وحدة. المحبة جزء من ستة أجزاء. هذا جابر الجعفي يقول أتيت إلى الإمام، هو نفس الإمام الباقر سلام الله عليه، قلت له سيدي أنا عندي سفر وغرضي أن أسافر، فأحب أن توصيني بوصية. هذه وصية توصيني بها حتى أحفظها. قال يا جابر أبعد 18 سنة 18 سنة أنت ويانا وهسه هم تريد نوصيك بعد؟ يعني هال 18 سنة ما كافيك حتى نوصيك جديد؟ شايفك وانت شايفنا؟ قال سيدي أنتم بحر لا ينزل ولا ينتهى إلى قاره. يعني 18 سنة و20 سنة و100 سنة و1000 سنة. أترى أن العلماء الأعلام من مضوا من في العصر أحياء أيدهم الله يعني وصلوا وما وصلوا ولا وصل قبلهم فمن كان قبلهم؟ نعم. ولا يصل العالم، لأن العلم الذي جاء به النبي إلى العالم ما هو إلا جزء، وفي هذا الجزء عالم من العالم. ما يصل علم آل محمد، ما حوى العلم جميعا أحد لا ولو مارسه 1000 سنة. إنما العلم كبحر زاخر فاتخذ من كل شيء أحسنه. بكي كل شيء الذي يقصد الإنسان إليه، بلكي يمكن أن يصير لمنتهى كعلوم يطلب بها الدنيا، تطلب الدنيا بها هاي لها منتهى. وإلا العلوم الدينية العالم كلما جد بالعلم ما يشوف نفسه أنه محصل شيء وبعد طماع. من هومان لا يشبعان طالب العلم والمال. ما لعلوم مال هالزمان الوقت هذه لها منتهى لين ينتهي بها إلى أمكنة معينة، فإذا خلصها بعد يصل إلى مطلوبة وهو الدنيا بس. لأن آخر الزمان النبي صلى الله عليه وآله يقول ويتفقهون لغير الدين في آخر الزمان. يعني العالم يتقدم العلم ويتفقه ويحفظ وحاضر الامتحان وحاضر المباحثة لكن لغير الدين، كل محض دنيا. فعلم الذي لأجل الدنيا إلى حد محدود، أما للدين أبد أبد أبد. فقال له سيدي بقيت أنا 18 سنة لكن بعد أنا أنتو بحر ما ينزف ما يخلص كلامي هنا. فالتفت الإمام الباقر سلام الله عليه إلى جابر وقال يا جابر
إذا حاجتك أوصيك الوصية لك وللمحبين من شيعتنا حتى لا أصير أنا بغفال. هاي هي أوصيك يا جابر، اقرأ شيعتي، بلغ شيعتي عني السلام، وقل لهم ليس بيننا وبين الله قرابة. احنا عباد، احنا عبيد لله عز وجل، عبيد من عباد الله. ليس بيننا وبين الله قرابة الا بالعمل. يقرب واحد بعمل، فمن اطاع الله تبارك وتعالى، فمن اطاع الله فهو واحبنا فهو ولينا. فهذه نتائج الواجبات، ست صور اشكال. الامام يقول تدخل ويا المؤمن بقبره، لكن من هالستة فالصورة احسن اجمل اطيب رائحة ابهى شكل، هذا تصير من قبل رأسه تقف. فاذا اتي من قبل اليمين يعني يستحق ان يعاقب هذا الذي بالقبر من المؤمنين، فيجي الملك الذي يكون يعاقبه ويعذبه من جهة اليمين، فالصورة اللي جهة اليمين ترده، اذا اجى من جهة اليسار كذلك ترده، من جهة الامام كذلك، ومن الخلف ومن الرجلين ومن الرأس. فالصورة التي هي ابهى صورة تخاطب الصور الخمس فتقول جزاكم الله خيرا. من انتم؟ انتم يا الصور الخمسة اللي منعت عنها الرجل هذا الذي في قبره التعذيب والعقاب، من انتم؟ فتجيب الصورة التي هي عن اليمين فتقول انا الصلاة، والتي عن اليسار تقول انا الزكاة، والتي هي امام تقول انا الصيام، والتي هي عن الخلف تقول انا الحج، والتي عند الرجلين تقول انا بر ادخلته على اخيك المؤمن. سرور وبر ادخلت، فكون صورة مما يلي رجليك. هاي الجهات الخمسة. فالجهات الخمسة الصور الخمسة هي تلتفت الى الصورة التي هي من قبل الرأس فتقول وانت من احسننا وجها وابهانا واطيبنا ريحا، فتجيب الصورة التي هي مما يلي الرأس وتقول انا الولاية لآل محمد. فاذا كانت الجهات هذه محفوفة من جوانبها بواجبات بفرائض باداء لوازم لله عز وجل وبعد ولاء، فهذا هو المطلوب، وهو الذي لاجله يا مؤمنين تحمل ائمة الهدى. والا انا وانت نعتقد اذا استجرنا باحد، حجيت مكررة تكلم مرة ثانية، اذا استجرنا باحد الصلحاء من عباد الله له وجاهه، فكيف نعتقد ان الامام اذا لذنا به واستجرنا به وجعلناه واسطة، وكذلك هذا عملنا، نقول يعني بحقك عند الله. فنعرف ان المجتبى الزكي له الوجاهة، وبوجاهته عند الله وطلب من الله ننجو من مهمات، يصير اللي هو بواسطته ننجو هو ما ينجي نفسه. لكن هناك امر مثل الامر الذي اجاب به ذاك الرجل من محبيه، وهو على الاجمال لفظا مني، قال ما صالحت الا حقنا لدمائكم. سيد شباب اهل الجنة، هذه المصائب التي مرت عليه مصائب عظيمة الخاطرة يتحملها. الناس اللي عندهم التفات ملتفتين، هذا الموالي يقول قتل الحسين لينقذ العاصين، من اشياعه من حر نار تشعل والشيعة العاصون، ودوا انه دخلوا الجحيم وانه لا يقتل، فلهذا لا لغير. واذا سيد شباب اهل الجنة روحي فداح بالامس خده الشريف على التراب، نعم، وهذا قوله الهي امة جدي شيعة ابي نجهم من النار.
وكأن هذا الموالي أيضا عن لسان المولى يخاطب الخالق قائلا: إلهي هذه رجالي في رضاك ذبائح. ما بين منحور وبين طعين بعد ايش اكو؟ كل هالمصلحة يا عزيزي، رأسي وأرؤس أسرتي مع نسوتي تهدى لرجس في الظلال مبين. الخاطر ايش اعتقد يا مولاي وانت المعتقد بهذا؟ لاجل النجاة لا لغير. فليلتفت المؤمنون، يلتفت اهل الايمان منا يا معوذين، هذا الدم الطاهر المقدس، هذا الدم الزكي الذي سال على هذه التربة وشرفها وشرف اسمه كل محل ارادوا له الشرف. يكون نعرف الزحمات والاذى والتعب. مولاي انت ضحى باولاده واخوته حتى مهما امكننا نلتفت لاولادنا واخواننا ما يجب علينا من تعليم وارشاد. ضحى بنفسه المقدسة ليحفظ نفوس المسلمين والمؤمنين من كل شر. فانا وانت نعرف محافظة المولى الاجل شنو. رضي بسبي عياله حتى لا تهتك نساء المسلمين. واذا المسلم يدعي الاسلام ويدعي الايمان هذا جزاء سيد الشهداء، هذا عرضك، هذا ناموسك يا البعيد ذاك. سيد الشهداء سير زينب والعقائل برضاه، سبايا هذه الخفرة العقيلة التي ما لاحظت عين الهلال خيالها. واذا مسلم ربما مؤمن وزاير يجيك تشلون زيارة هاي؟ تعتقد ان الامام حي شاهد ام لا؟ فتيجي بزي مو زي اسلام، الاسلام ما اجب هاللباس هذا ولا بهالشكل. تبلي العالم هذا حرم فيه اخيار، فيه ابرار، فيه ملائكة، فيه امام، فيه صلحاء، فيه البشر اللي عاينون. العالم متجه يزور ويدعو الله عز وجل. واذا تجي الامرأة سافرة الوجه، مكشوفة الذراع، مكشوفة الصدر، هذا جزاء الحسين، هذه مصيبة الحسين اعظم عليه وحق مولاي. ما يكون الامام يريد للمؤمنين السترة والعفاف والشرف. ها شو بعض العالم ما يرضى اذا قرأ احد خدام الحسين مصيبة بالسبي زايد؟ ما يرضى؟ ما ترى غيورته؟ وينها غيرتك؟ وينها غيور؟ هذا كان في سبيل الله وفي طاعة الله. انت برضى الشيطان، برضى الشيطان. من دلك على هذا؟ ربك ربي، نبيك نبيه، امامك امامي، عالمي اللي انا وياك نتجه الى بالتقليد دلاني. مؤخر جواب اريد منك، منو دلك على هاي؟ ان تمشي وانت رجل وزوجتك او اختك معك تنظرها الرجال يسموك غيور؟ منو قال؟ موحد انت وانت وحيدك، قاري قران، وين عملك؟ تقول الله ربي محمد نبي، النبي ما جاء بهذا. ها تقول علي امامي، علي ما امر بهذا. الحسين تقول امامي، الحسين ما اراد هذا. قال الهي رأسي وارؤس اسرتي مع نسوتي تهدى، يعني راضي ان زينب تمشي سبيه لصون اعراض المؤمنين. والا من العظيم على الله والعزيز. اليوم بنات النبوة مضل حيارة وهن بهالحال، ان عصعص الليل وارى بذل اوجهنا. او اقرأ لك غير هذا: الله يوم الطف ما قد جرى فيه من الحزن وما قد عرى، يوم به ضعن الاسارى اليوم سرى عز على الكرة، عز على الكرار لو ايرى حسرة البين العدا زينب تدعو سراياها. زينب صيح للعشيرة ماكو احد، تدعو سراياها ولا منجد منهم لها، كلا ولا مسعد، ومذدجى ليل الاسى اسود، تود لو ان الدجى سرمد
لما عن الله لها غيبه. هذا كلامي هنا إشارة لما ذكرت وتهيج أشجان المحبين. وإن بدا الصبح دعت وإن بدا الصبح دعت منت يا صبح لا أهلا ولا مرحى. الأسباب شنو أبدت يا صبح لنا وجوهم لها جلال الله يا قد حجى. فعقيلة الهاشميين اللي ما تريد الصباح يصبح والصباح اشهى واحلى منه، تريد المساء ليش؟ الخاطر الستر من اعين الناظرين. واذا هاليوم حايرة الامام السجاد التفت الى بني امية قال تنحوا لا يدنو احد من بنات رسول الله. يتركبون عائلة تنحوا هن يركبن بعضهن بعض. فصارت مولاتنا زينب واختها معها يركبان الاطفال والعيال. واويلها ومصيبتها. حتى لم يبقى احد الا هي واختها. فقالت اخي اركبي. اجابتها اخي انت اركبي. قالت لا اخي انت اركبي. قالت اذا انا ركبت انت من يركبك؟ فقالت انا مويل الذي اخرجني من المدين. اني يعني لك كفيل الجميع وكفيل الجميع. منا اخذت على عبادة باب المحمل وياي تلتفت بقلبك وتوجهت الى العلقمة يا اخي عباس. كفيلي عباس اخي انت الذي اخرجتني من منزلي وانت الذي اركبتني بمحملي. اخي قم الان وركبوا احمى الضائعات بعدك وعن في يد النائبات حسرى بوادي. يا عباس ما انت اللي جبتني ابدك يا خويا يا رقبتني بس ما غبت عني وعبتني يا عقبك بني يا ميا ولتني بس يا تزجر الورمد قال لي به خويا جاوبها يا زنب شبيدي شبيدي اخوك الحرب تدري نعيدي اي اخوك الحرايا يا بدر عيدي لو انت نوش السيف ايدي ما كان ظل وحده ضيدي. اللهم